السلسلة صراحة أعشقها، سلسلة جبارة بكل المقاييس. عم بحكي لك عن ريل ستوريز من مقابلات عمل في مجالات ممكن تشتغل فيها كمهندس سواء معماري أو غير معماري. جاسر مصطفى، وخلينا نبلش. في الفيديو الماضي حكيت لك عن قصتي مع نقابة المهندسين الأردنيين وكيف أنا اعتمدوني كمدرب معتمد في نقابة المهندسين الأردنيين، لا برامج أوتوديسك ولا بمانجمنت بروفيشنال، وإن شاء الله إنه قريبا بروجكت مانجمنت بروفيشنال، وإن شاء الله أي شيء بقدر أفيد فيه المهندسين راح أحكي مع نقابة المهندسين وحاول إني أنا أعتمد في هذا المجال إذا كنت على قدر من المسؤولية وقدر من الكفاءة التي يراها المركز مناسبا وتعكس شخصية مركز تدريب المهندسين الأردنيين. جريت لهون، بس صراحة في ناس سألوني جاسر انت حكيت لنا رح تحكي لنا شو سألوني وكيف مشات مش عارف شو، ما حكيت لنا ولا سؤال من اللي سألوك اياه في المقابلة صراحة. يس انا تحمست في الفيديو السابق كثير وحكيت عن القصة بتفاصيلها، بس ما حكيت شو سألوني بعد الديمو. صراحة قبل الديمو طلبوا مني كل الأوراق اللي أنا تم اعتمادي بناء عليها، شهادات أوتوديسك السابقة، اعتمادي كمدرب معتمد من أوتوديسك، وشهادات الـ PMP اللي عندي، وشهادات البرامج كأوتوديسك Certified Professional معتمد في الريفت لعدة فيرجنز، ومعتمد في 3DS Max 2015 حسب ذاكرتي كانت، ومعتمد كبيلدينج Performance Analysis Guru من الأوتوديسك، وهذا الشيء أنا بفخر فيه جدا. وفي 2015 وصلت للرانك رقم 1 في أوتوديسك Educator Expert Network، فكنت المدرب رقم 1 عالميا في الرانك اللي على حسب متطلبات هذه النتورك، كانت إعطائك الدورات، الصور، المكان المرتب، الماتيريال، وتثبت ذلك من خلال فورمز أنت بتقدمها للأوتوديسك ويتم اعتمادها. كل هذه الأشياء وأوراق أخرى تم إرسالها لنقابة المهندسين الأردنيين وتم اعتماد عليها وعملنا الديمو. شو سألوك جاسر؟ جززنا. أوكي، السؤال الأول اللي سألوني إياه، باش مهندس جاسر قديش خبرتك في مجال البم؟ عدد سنوات الخبرة؟ وأجبت طبعا قديش كانت خبرتي. والسؤال الثاني، كم عدد سنوات الخبرة في مجال التدريب بما أنك سيتم اعتمادك كمدرب؟ والسؤال الثالث، قديش خبرتك في تدريب برامج الأوتوديسك سواء الريفت أو الـ 3D أسماس أو الأوتوكاد؟ وفعليا جاوبت. والرقم 4، كيف آلية اعتمادك كانت كمدرب معتمد من الأوتوديسك؟ I think كان السؤال هذا حتى يتأكدوا من الموضوع. وأيضا طلبت منهم أنه يتم اعتمادي كمدرب معتمد من الأوتوديسك عن طريق مركز نقابة المهندسين، وتم ذلك الحمد لله. شو كمان سأل؟ A few moments later. كم خبرتك في مجال تدريب البيم مانجمنت تحديدا، وكم دورة أعطيت في مجال تدريب البيم مانجمنت تحديدا قبل هيك؟ فجاوبت. وكم دورة أعطيت في مجال التدريب أونلاين بشكل عام؟ وكم دورة أعطيت في مجال تدريب البيم مانجمنت بروفيشنال بشكل خاص؟ بناء على الطلب اللي احنا طلبناه منك انك انت تقسم الدورة لأكثر من جزء زي ما بتتذكر، وإذا ما حضرت الجزء الماضي ومش متذكر روح احضره عشان تعرف. بناء على طلبنا منك لتقسيم هذه الدورة، فكيف ممكن انك انت تقسم الدورة وكيف إمكانية تقسيمها، وهل قمت بتقسيمها وإعطائها قبل هيك؟ فجاوبت وحكت لهم عن الآلية طبعا كيف ممكن أقسمها لأنها دورة وأنا عارف كيف بدي أقسمها، وبناء على الفيلد براكتيكلي كيف أقسمها حتى كل جزء من خبرات المهندسين ياخذ حقه من هذا الكورس. وسألوني كمان كيف ممكن انك تعمل الكورس اوتلاين تبع برنامج الريفت وتبع برنامج الماكس وتبع برنامج الاوتوكاد، وهل هو برنامج تدريبي واحد في كل واحد من هاي البرامج، ام انك بتقسم برضو البرامج زي ما بتقوم بتقسيم البيم مانجمنت بروفيشنال؟ فعليا انا انسان بقسم البرنامج لحاجة الاودينس اللي بعطيه هذه الدورة، ما بعطي نفس الدورة لكل الشرائح، كل شخص راح يكون له فيلد عمل معين، على سنوات خبرة معينة، background معينة، وprojects معينة بيشتغل عليها، وphases من الprojects بيشتغل عليها. ما بنفع علمك أنا كربت الإشي اللي بيزبط للOD 100-200 أو design stage وأجي أحكي لك بتقدر تشتغل فيه بالconstruction phase، عمرك ما راح تقدر تشتغل فيه، يعني راح تقدر ترجع يعني، وإذا أنت شخص متعلم يعني تقدر تعلم، لكن أنا إذا بدي أعطيك دورة لشخص بيشتغل مع contractor فهي أكيد definitely مختلفة عن دورة بدي أعطيها لشخص بيشتغل consultant، مختلفة عن دورة بيشتغل كclient representative. so بهذه الطريقة أنا بقسم دوراتي، وأكيد في عندي كورس شامل أو دبلومة شاملة في مجال البم، لكنها بعطيها في أوقات معينة من السنة. والسؤال اللي كان مهم، هل ممكن أنك أنت تعطي دورات وجاهي في مركز تدريب نقابة المهندسين الأردنيين غير الأونلاين بجانب الأونلاين؟
طبعا الجواب كان لا، بحكم اني انا موجود في دوله قطر وما راح اقدر ارجع الاردن عشان اعطي دوره تدريبيه مدتها اكثر من شهر اقيم في الاردن بس علشان اعطي دوره، ما راح تكون مجدي بالنسبه لي. دورتك البيم مانجمنت بروفيشنال، بما انه اتفقنا انه هي مستوى متقدم وطويله وتشمل مراحل العمل كامله، هل يمكن تجزئتها بحيث انه يستفيدوا منها على حسب شرائح سنوات الخبره للمهندسين غير بس الباك جراوند؟ فالاجابه كانت نعم، نستطيع تقسيمها على حسب عدد سنوات الخبره، وراح اقوم بذلك ان شاء الله مع نقابة المهندسين الأردنيين. السؤال اللي بعده، هل فعليا دورتك البيم مانجمنت هي فقط موجهة للهندسة المعمارية بما انك انت مهندس معماري؟ الإجابة اذا كانت ربت فهي فقط للهندسة المعمارية، او لا مش بس للهندسة المعمارية، الهندسة المعمارية والانتيرير ديزاين واللاندسكيب والايربن بلانرز بيقدروا ياخذوا معاي الربت. طيب الماكس بيقدروا ياخذوا معي نفس هدول التخصصات، برنامج الريفت او الجرافيكس ديزاينر برضو، او اللي حاب انه يشتغل بالفيجواليزيشن والستيل ريندرينج فيجواليزيشن والانيميشن فيجواليزيشن بيقدر ياخذ معي دوره الماكس. طيب دوره البيم مانجمنت، لا ديفينتلي دوره البيم مانجمنت غير مخصصه لنوع واحد من الهندسه، مخصصه لكل انواع الهندسه اللي بيشتغلوا في مجال الاي اي سي. شو بتحكي يا جاسر؟ اركيتكتشر انجينيرينج وكونستراكشن، اللي هو العمل الهندسي في المجال الهندسه المعماريه والتصميم والتصميم الداخلي واللاندسكيب وتنسيق المواقع والايربن بلاننج والايربن ديزاين والتخصصات الهندسيه الابداعيه. ان اديشن لشو؟ ان اديشن للهندسه المدنيه وهندسه الطرق والجسور وهندسه الميكانيكيه والهندسه الكهربائيه طيب والاريجيشن واي تخصص هندسي بيشتغل في الكونستراكشن والرودز والبريدجز والاندرجراوند يوتيليتيز. كل هذول التخصصات بيقدروا ياخذوا البيم مانجمنت بروفيشنال، لانه البيم مانجر مش شرط يكون مهندس معماري ولا انشائي ولا ميكانيك ولا كهرباء ولا تخصص معين، كل التخصصات بيقدر يكونوا بيم مانجرز، وكل التخصصات راح يشتغلوا في مجال البيم سونر اور ليتر. وسؤال كمان كان مهم جدا، متى بتقدر تبلش تعطي معنا دورات؟ فحسبنا مع بعض انا متى بخلص الدورات اللي بعطيها حاليا وكيف ممكن رتب جدولي، واعطيتهم ديت معين وهم يعطوني ديت معين حسب جدولهم، اي ثينك في الكوارتر الثالث من اننا بلشت بشهر 6، وكان صراحه بيرفكتلي دان. وهذه هي قصتي والاسئله التي تم سؤالي عنها مع قصه التدريب مع مركز تدريب المهندسين نقابه المهندسين الاردنيين. ارجع احضر الفيديوز الماضيه اذا ما حضرتهم، لاني بعرفك يمكن ما تكون حضرتهم، ودقق فيهم صراحه وحاول تستفيد من هذه الاشياء اللي انا عم بحاول احكي لك اياها. ومن هون لارجع لك في الفيديو الجاي، لايك كومنت وشير، واذا تحب تعمل سبسكرايب بعد هذا المشروع، تحب كثير اني اشوفك سبسكرايبر، وانا اشوفك بالقصه الجايه.